أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في رحاب سورة البقرة، وسلمكم الله جميعا، وكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة على حرصكم على الحضور والمتابعة. أريد أن أتأكد من وصول الصوت، هل الصوت واضح لديكم أم؟ طيب، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. نعود مرة أخرى إلى سورة البقرة، الآية 95، الآية 94 إلى الآية 101، صفحة 100. أغني رسالة إنه في مشكلة في ال connection. الصوت رجع دلوقتي، انقطع الصوت. لو صوت اتقطع عادي الآن. طيب، الحمد لله. فهبدأ أقرأ بيقطع، لا إن شاء الله يرجع دلوقتي. أقرأ وحضراتكم تركزوا معايا يا ريت، وأنا أقرأ الآية 94. الصوت ضعيف. طيب، أقرب المايك، بقرب المايك. طيب، ضعيف انجينير لبنى. طب حضرتك ارفع الصوت من عندك. الصوت ضعيف عندي، ارفع السماعات على الاخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. طيب، عايزين حضراتكم تشاركونا في القراءة، يعني عايزين نشوف اللي عنده استعداد. يا جماعة يقرأ، يكتب واحد إن شاء الله وبالترتيب. جست 41. طب غير الاسم، جست 41. اسم حضرتك ايه؟ صوت مفيش تواصل. ازاي؟ الصوت رجع. طيب ماشي، والله ما يمكن مشكلة في النت. بس طيب، مين اللي عنده استعداد يقرأ يا جماعة؟ الأستاذ عيسى عبد الله، ربنا يبارك فيك، اتفضل خد المايك، ادي لك المايك واقبله. استقبل المايك يا أستاذ عيسى. جست 41 هتسمع دلوقتي. الأستاذ عيسى أنا بدي لك المايك. حضرتك اقبل المايك يا أستاذ عيسى. إذا ظهر لك شاشة فيها ألاو أو أكسبت فأقبله. الآية 94. طيب ماشي حاضر.
ايوه انا اديت المايك لاستاذ عيسى دلوقتي، كان فيه كان بدا يتكلم. استاذ عيسى اضبط الصوت من عندك، انا بديك المايك دلوقتي. ايوه انا بكتم الصوت من عندي لما يجي حد من الزملاء الحضور بيقرا، بكتم الصوت من عندي. استاذ عيسى اتفضل المايك. حاضر بس المايك معاك استاذ عيسى اتفضل. بس ارفع الصوت عشان نسمع لو سمحت. الو طيب اغرامي اي سوره؟ تفضل اقرا سوره البقره صفحه 15 ايه 94. اقرا سوره البقره صفحه 15 ايه 94. اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحة من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ومن يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. جزاك الله خيرا يا استاذ عيسى، ربنا يبارك فيك. احنا لغايه ايه 101 فقط بنقرا في الجلسه وجه واحد، مش هنقرا اكتر من كده. فاحنا اخذنا منك المايك عند ايه 101، جزاك الله خيرا. أستاذ عيسى بس هتقرأ. حاضر أستاذ صدقة. وجزت 41 وجزت 42. حاضر. في نقطة يا ريت بس نقسم الأول خالص. أستاذ عيسى في بعض كلمات في أثناء القراءة جيدة، لكن فيه بعض الملاحظات على بعض الكلمات في النطق والتشكيل، وهو الزملاء بيقرأوا يا ريت تاخد بالك منها. يا ريت كل زميل يقرأ تقرأ معاه وبيقرأ عشان تشوف الفرق بين الكلمات، الفرق بين في الكلمات اللي انت قرأتها وعليها ملاحظات. في كلمات، طيب في كلمات عندك حوالي 5 كلمات في الوجه اللي انت قرأته فيه ملاحظات، فياريت تنتبه للقراءة اللي جاية. الزملاء هيقرأ وكل زميل هيقرأ نصف وجه. وبالمناسبة يا جماعة الآية رقم الآية هو اللي بعديها مش اللي قبليها، يعني لما نقول آية 94 تيجي عند رقم 94 والآية اللي قبليها هي دي رقمها. يعني لما نقول آية 94 بتبدأ من قل إن كانت لكم الدار الآخرة. ماشي؟ طيب دلوقتي هندي المايك ايه على السطور اللي قبلها، يعني رقم الايه بيبقى في اخرها مش في اولها.
رقم الآية في آخرها. أستاذ محمد نبيل هتقرأ، هتقرأ إن شاء الله كلكم هتقرأوا، بس خلينا نبدأ لطلب اللي هو جيست 41. جيست 41 معرفش حضرتك غير الاسم ولا مش واخد بالك، جيست 41 غير اسمه. طيب هو محمد حضرتك محمد السكندري اللي كنت جيست 41 يعني، ولا محمد نبيل؟ طيب خلينا نبدأ بالأستاذ محمد نبيل وبعدين صدقة. ماشي أستاذ محمد نبيل اتفضل، أدي لك المايك، اقبل المايك. محمد نبيل 42 غيرت الاسم، ما فيش مشكلة، كلكم هتقرأوا بإذن الله. خلي أستاذ محمد نبيل يقرأ. اتفضل خذ، اقبل المايك أستاذ محمد. اتغير جيست 42 هتغير الاسم، هيشرح لك الدعم الفني، يشرح لك ازاي تغير الاسم، امر بسيط خالص. وده الموقع اللينك اللي حاطينه لك فيه التوضيح ازاي تغير الاسم. طب استاذ محمد نبيل انا بديك المايك، ما فيش استجابه عندك، يا ريت تقبل المايك. أستاذ محمد نبيل is not responding. Is not responding. أبعت لك المايك، ما أعرفش بقى أنت ما بتقبلش المايك ولا في مشكلة في المايك. طيب أستاذ محمد أنا ببعت لك المايك، اتفضل اقبل المايك. خلاص كده قبلته، اتفضل اقرأ على طول. أنا أول قبلت المايك. لغاية وبشرى للمؤمنين آية 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن يبدو ان في مشكلة، في مشكلة في النت. استاذ محمد نبيل معلش هندي لك المايك تاني واقرا من الاول. استاذ محمد نبيل اتفضل المايك تاني. كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. شكرا، جزاك الله خيرا، فتح الله عليك، لقد أحسنت يا أستاذ محمد، قراءة جيدة ما شاء الله. احنا دائما بنسعى يا جماعة، بنسعى للأفضل، يعني برضو احنا ما فيش واحد هيوصل للكمال وفي كل شيء، ولكن احنا بنسعى ان احنا يعني ايه نحاكي المشايخ. يعني انا انصح دائما اعرض قراءتك على المشايخ زي الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ الحذيفي، وشوف انت تقدر تحاكيهم في القراءة ولا، او تشوف ايه الملاحظات بينك وبينهم. يعني انت ممكن
تعلم التجويد حتى مع من نفسك مع المشايخ اللي زي دول، لما تفتح الموقع او تفتح الفلاشه وتشوف الشيخ وتقرا وتقف وتقرا كل ايه يقف عندها تقراها. مش شرط الحفظ يا استاذ نور. نعم، لا احنا بنتعلم طبعا، لكن انا اقصد يعني ايه، الواحد يطلب الاستزاده عن طريق الايه، الوسائل دي يعني وسائل ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. بعد ما كانت الناس بتقطع الاميال وتمشي مسافات وتسافر من بلاد لبلاد عشان تقرا على الشيخ، طبعا الشيخ مهم والقراءه عليه مهمه، وفي كل مكان الحمد لله رب العالمين، في كل مكان في العالم هتلاقي جنبك تحت البيت او جنب البيت مسجد وفيه شيخ يقرا. واخد بال حضرتك؟ فاحنا عايزين نهيد بيكم جميعا يعني انكم ترتبطوا بالمشايخ وتقرا على الشيخ، لان الشيخ لما يسمع منك ويصلح لك القراءه، خصوصا يعني القران كتاب ما شاء الله، يعني كتاب يعني كتاب عمر زي ما بيقولوا، فتظل تقرا فيه. احنا الجلسه بتاعتنا جلسه يعني ايه، تعليميه فيها تلميحات فقط، لكن لا نمر على كل شيء. طيب كان مين اللي عايز يقرا؟ الاستاذ محمد السكندري والاستاذ صدقه. طيب صدقه ماشي. طيب ماشي يا استاذ محمد، هنقول على الاخطاء ان شاء الله. الاستاذ صدقه جاهز؟ اتفضل اديك المايك. اقبل المايك يا استاذ صدقه. تفضل معاك المايك، اقرأ من أول الصفحة قل إن كانت. أستاذ محمد السكندري اقبل المايك. أستاذ محمد السكندري ببعث لك المايك، اتفضل اقبل المايك. يبدو ان في مشكلة عند الاستاذ محمد السكندري. خلاص وصل. تفضل يا استاذ محمد اقرا من اول الصفحة. يسود ثواني استاذ محمد، المايك معك اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وفتح الله عليك. بسم الله ما شاء الله، قراءة جيدة. بارك الله فيك، تقبل الله. أحسنت. يبدو أن صدقة من النساء حضرتك أستاذة صدقة. نظرنا في الجلسة أو سياسة الحلقة أن بيقرأ الرجال فقط، لأنه مفترض أن في حلقة للنساء. ممكن تفكر حضرتك كرجل يعني. ربنا يجزيك خير، تقبل الله. طيب يا جماعة، مين اللي عنده استعداد يقرأ؟ نور. ماشي يا أستاذ نور، اتفضل، اديك المايك دلوقتي. حضرتك اقبل المايك. استاذ نور انا بعت لك المايك، اتفضل اقبله. معك المايك حاليا، اتفضل اقرا من اول الصفحه. نسمعك. الصفحة اللي بدري ولا صفحة تانية؟ نفس الصفحة، صفحة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم
بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. بس في ملحوظة، يعني في الآية 96 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، طبعا والغنن اللي هي إيه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، كل الإخفاءات دي معها تتبعها غنن أو معها غنن. بالنسبة للوقف والابتداء، لما قلت كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني ما يعني الابتداء ده ما ينفعش، ما بيديش معنى، إنما المعنى إنك تبدأ تقول نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لأن كتاب الله كتاب مفعول به، ما ينفعش تفصل المفعول به عن الفاعل والفعل بتاعه. نبذ فريق ده الفعل والإيه والفاعل، وكتاب الله ده المفعول. فأنت ما تبدأش تقول كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لا، أحسن نبذ أوتوا الكتاب ووقف. طيب أبدأ إزاي؟ أرجع بقى أجيب من وراء تاني، أقول إيه، نبذ الذين أوتوا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ماشي، نرجع إيه على الأحكام. ايوه، النفس ما فيش مشاكل خالص، الامر فيه الساعه، النفس تقف في اي مكان، بس اختار مكان يناسب نفسك ويناسب ايه، ويناسب المعنى او يؤدي معنى، يعني يؤدي معنى. طيب خلينا نشوف الاحكام مع بعض. انما بقول قل ان كانت، ما الحكم؟ النون ساكنه اتى بعدها كاف، فيكون حكم النون الساكنة هنا ايه؟ إن كانت. يا جماعة ما حدش معانا ولا ايه؟ حدش عارف الحكم؟ لا، ظهر ليه؟ ده ما عليهاش تشكيل في المصحف خالص، ما عليهاش تشكيل يبقى مش إظهار، لو عليها سكون تبقى ظهرة. قل إن كانت، لو هي ظنون عليها سكون تبقى ظاهرة، ما عليهاش سكون وحكمها مش إظهار، إخفاء بالضبط كده، نعم إخفاء. والغنة هنا اللي أنا بعملها مع الإخفاء تبقى مفخمة ولا مرققة؟ قل إن كانت تبقى غنة مفخمة ولا مرققة؟ الغنة يا جماعة بتتبع الحرف اللي بعديها، فاللي بعديها إذا كان مفخم تفخم. طب الكاف من حروف التفخيم ولا الترقيق يا جماعة؟ الكاف من حروف ايه؟ طب ايه هي حروف التفخيم؟ الكاف مرققة. حروف التفخيم يا جماعة قلنا 7 مجموعة، قض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، دي الحروف المفخمة، ما عدا هذه الحروف حروف ايه؟ طبعا باستثناء الايه؟ الراء لها حالتين، وباستثناء اللام من لفظ الجلالة. فاحنا بنتكلم هنا على الايه؟ الكاف، فالكاف ليست من حروف الصاد والقاف، يبقى اذا هي حرف ترقيق، حرف مرقق، اذا الغنة هنا عند الاخفاء تبقى غنة. طيب ان كانت لكم الاخرة عند الله، من حروف الايه؟ من حروف الاخفاء،
يبقى هنا الحكم إخفاء. الحروف المفخمة يا أستاذ محمد هي المجموعة السبع أحرف المجموعة في قوله خص ضغط قر، ملهاش دعوة بالقلقلة. ممكن فيها حروف منها بعضها تبقى في القلقلة بس مش كلها. عن حروف القلقلة قطب وجد، ماشي. اكتبها هنا في الايه، في الايه، قلقلة قطب جد، والايه والتفخيم او الاستعلاء خص ضغط القلب. فعندك القاف موجودة في الاثنين، الطاء موجودة في الاثنين، لا الباء ولا الجيم ولا الدال مشتركة، مشتركة بس القاف والطاء. طيب فإذا كان بعد الغنة أو بعد الإخفاء حرف من حروف التفخيم تبقى الغنة مفخمة، إذا كان حرف من حروف المرققة تبقى الغنة مرققة. طيب الراء بقى في الآخرة، والراء في كلمة الدار، الدار الآخرة، الراء هنا مضمومة والراء هنا مفتوحة، حكمها تفخم ولا ترقق؟ حكمها الراء المضمومة والراء المفتوحة، أيوة تفخيم. يعني الراء دي أبص للتشكيل بتاعها، والله لو التشكيل بتاعها فتحة أو ضمة تبقى تفخم على طول، لو التشكيل بتاعها كسرة ترقق. طيب لو هي ساكنة أبص للي قبليها، لو اللي قبليها فتحة أو ضمة تفخم، قبليها كسرة ترقق، أو ياء ترقق، ياء إيه ساكنة. طيب خالصة، خالصة في التفخيم خاء خاء، وأعلى درجات التفخيم إنه يكون مفتوح وبعده ألف، يليه المفتوح وليس بعده ألف، الاثنين موجودين هنا. خاء أدي أعلى درجات التفخيم، لي صاء مفتوح وليس بعده ألف، يبقى الدرجة الثانية. لأن يعني مراتب التفخيم كده الأربعة ورا بعض، مفتوح وبعده ألف أعلى درجة، مفتوح وليس بعده ألف ثاني درجة، مضموم ثالث درجة، مكسور رابع درجة. خلاص كده؟ إذا كان ساكن أبص للي قبله، لو اللي قبله مفتوح يبقى يلحق بالدرجة الثانية، مضموم يلحق بالدرجة الثالثة، مكسور يلحق بالدرجة الرابعة. طيب خالصة من، تنوين أتى بعده الميم، والميم من حروف ينمو، إدغام بإيه؟ إدغام إدغام بغنة، إدغام بغنة، وبنسميه إدغام ناقص. ناقص يعني ذهبت أو ذهب الحرف وبقيت الصفة اللي هي الغنة. خالصة من دوني، من دوني، نون ساكنة أتى بعدها الدال، يبقى الحكم يا جماعة إخفاء بالضبط. من دون الناس، النون المشددة ده بنسميها حرف إيه؟ حرف غنة، آية رقم 94، قست 80، إحنا في آية 94. من دون الناس بنسمي النون هنا المشددة حرف غنة مشدد، فتمنوا الموت برضو حرف غنة مشدد. إن كنتم، نون بقى بعدها كيف زي إن كانت بالضبط إخفاء. صادقين، ص أعلى درجات التفخيم، ص بأطبق فمي عند الإيه النطق بالحرف المفخم، فخلي الفم يمتلئ به، ص خ كده. طيب ص مد طبيعي كان حركتين فقط، صادقين بنسميه مد ايه؟ مد عارض، عارض ايه يا جماعة؟ عارض مد عارض للسكون. يعني ايه عارض للسكون؟
لأن النون اللي في الآخر بتاع الصادقين دي مفتوحة، بس أنا لما وقفت عملت إيه؟ سكنتها. السكون ده أمر عارض، لكن لما أجي أوصلها باللي بعديها هفتحها، أقول إن كنتم صادقين ولن. في الحالة دي ما بمدش خالص، بيبقى مد طبيعي عادي حركتين، إنما إذا وقفت يبقى ممكن. أمدها مد طبيعي يبقى بسميه قصر. أربعة ست تمام. إيه حضرتك بيقطع؟ في حد تاني الصوت بيقطع عنده؟ بيقطع بسيط. طيب ماشي، خلينا نرجع بقى نقول الآية اللي بعد كده. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن ي... الصوت قطع. طيب المشكلة ممكن تكون عندك أنت يا أستاذ محمد. أيوه، إدغام بإيه؟ إدغام بغنة. ولن طب الغنة بتخرج منين يا جماعة؟ الغنة منين؟ دي الغنة؟ الصلة، مفيش في أي صلة. والصلة هتيجي بعدين في الآيات اللي بعد كده هنشوف الصلة، لكن الهاء اللي قبليها سكون دي قبليها واو ساكنة اهي، قبليها سكون ما توصل. أمال أقول إيه؟ أقول يتمنوا أبدا فقط بما. تنوين أتى بعده باء، والباء من حروف الإيه؟ بالضبط كده، الإقلاب. نعم، الباء من حروف الإقلاب. الإدغام قلنا الإدغام يرملون ست أحرف. الباء من حروف الإقلاب. تجد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. حياة ومن، ما الحكم؟ تنوين أتى بعده الإيه؟ الواو، والواو من حروف ينمو، يبقى إيه الحكم؟
غامض ولا بالضبط كده؟ يود أحد يا و يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما، برضو سنة وما. لا يا أستاذ مور سالم، مش إخفاء، إدغام. حروف الإدغام يرملون، منها الواو سنة وما، وما هو ذي من العذاب أن يعمر. طيب ذي مزحزحه، قلنا بقى الهاء المقصورة دي وقبليها مقصور، وبنعمل لها ياء صغيرة بعديها فبنسميها ايه؟ بنسميه ايه النوع ده من المد؟ بمزحزحه من العذاب، ايه؟ صح صلى، جسم 77 من 10 على 10، صلى ايه؟ صغرى ولا كبرى؟ انا من الصغرى ايه والكبرى ايه؟ الصلة الصغرى ان ما يكونش بعدها همزة، والكبرى يكون بعدها همزة. ماشي تمام كده، برافو. دي ما بعدهاش همزة فتبقى الصلة الصغرى. طيب ان يعمر، ان يعمر ايه؟ النون ساكنتها بعدها ياء، والياء من حروف ينمو، وينمو هي ايه؟ الاربع حروف بتاع الايه؟ الإدغام بإيه؟ بغنى، أو الإدغام المر. مش نغني أربع كلمات ورا، أيوة إقلاب بالضبط. بصير بما يعملون. طيب عايزينكم بقى تستخرجوا من الآيات، تستخرجوا من الآيات مد متصل ومد منفصل وصلة كبرى وصلة صغرى. عايزين مد الآيات اللي جاية بقى دي من أول قل من كان، عايزين نطلع منها ملائك بالضبط. ده المد، المد الإيه؟ حاجة حاجة ماشي حاضر. المد المتصل ملائكتي، من كان عدو لله وملائكتي، ده المد المتصل. طيب والمنفصل؟ أنزلنا إليك بالضبط. نعم نعم طيب الصلة الصغرى إلى الصلة الصغرى اللي هي هاء الضمير اللي بها كسرة أو اللي بها ضمة. جاءهم دم، جاءهم متصل مد صلة صغرى رسله بالضبط كده، ورسله. طيب نزله على بالضبط. نعم مظبوط. طيب في صلة كبرى يا جماعة في الآيات دي؟ في صلة كبرى يعني؟ اه جست 77 ما شاء الله. ما فيش صلة كبرى يعني، ما فيش هاء بعدها همزة في الايه؟ في الآيات دي كلها. مادة منفصل. نعم يكفر بها مادة منفصل. طيب إذا طلع إدغام غنة وإدغام بغير غنة، نبذه صغرى، خلاص خلصنا المادة بقى، نرجع على الإدغام بقى.
عايزين ادغام بغنة وادغام بغير غنة. عدوا لجبريل بغير غنة وإدغام بغير غنة. وهدى وبشرى. هدى وبشرى ده إدغام بإيه؟ هدى وبشرى بإيه؟ إدغام بغنة. طيب غيره دن بده إما عدوا لله ده يدغم بغير غنة. طيب نيجي بقى عايزين راء مرققة وراء مفخمة. راء مرققة آيات بينات ده إيه؟ بينات ومن بغنى كرام. لا الأخيرة مفتوحة ومفخمة. أيوة للكافرين دي مرققة بالضبط للكافرين. نعم ومرققة تاني فين يا جماعة؟ في راء مرققة تاني فين؟ لسه في تاني الدار. الدار دي مفخمة ولا مرققة؟ الدار مفخمة. أيوة فريق بالضبط فريق مرققة. ماشي الدار مفخمة فريق مرققة. في تاني وجبريل ظهورهم مرققة. وجبريل مرققة. طيب طب عايزين حروف القلقلة في الآيات دي. حرف القلقلة عشان يبقى شرط ان حرف القلقلة لازم يبقى ساكن. القاف اللي محمد قل مضموم الفاسقون مضموم يبقى مش قلقلة. حرف لا شرط مشددة. مقصورة. قلق لازم تبقى ساكنة. ودي موجودة في كلمة جبريل الباء في كلمة جبريل. وفي الدال في كلمة ولا قدر. غير كده. طيب القلقلة الكبرى كلمة مشدد ووقفت عليها بالسكون زي كلمة ايه؟ بالحق. مصدقة يا سيد محمد ما فيش فيها. لا 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 ما فيش غلط ولا حاجة. زي قواعد. الصوت قطع ماشي. الصوت قطع لأن برضو النت فصل عنه. ماشي. هو فعلا بيكون نت يا جماعة لما الصوت يقطع عنه بيكون نت.
لكن الحمد لله رجع بسرعة المرة دي. فالمرة الجاية هنتكلم على متن اسمه متن تحفة الأطفال، وحتى أنا ممكن أبقى أشغله لكم من على موقع، الحمد لله شغال على موقع أبيات ظريفة وبتحكم الموضوع وما تتنسيش، وبيحفظها سموها متن تحفة الأطفال، وإن كانت بتحكم أو هي القواعد في علم التجويد، لكن لأن الأطفال بيحفظوها بسرعة. الأطفال لو بدأت تحفظها لولد عمره 4 5 سنين تبص تلاقيه إيه بيقرأها زي الإيه ظريفة كده وهو بيقرأها. مثلا يعني مطلع القصيدة بتاع تحفظ الأطفال، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول هو اسمه الشيخ اللي وضعها اسمه الشيخ سليمان الجمزوري، ايوه زي المتون بالضبط. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. ويبدأ يحكي بقى كل إيه مقسمها إلى أبواب، يعني يبدأ دي المقدمة، وبعد كده النون الساكنة والتنوين، وبعد كده النون والميم والميم المشددتين، وبعد كده الميم الساكنة، بعد كده يعني. دي في كتاب، أنت لو كتبت على جوجل متن تحفة الأطفال يجي لك مقروءة ويجي لك مسموعة ويجي لك مكتوبة. اكتب على جوجل بعد ما تخلص دلوقتي، في كتب كتير، البرهان في تجويد القرآن وكذا، لكن المتن أصله اسمه متن تحفة الأطفال في تجويد القرآن، متن تحفة الأطفال. إذا كتبت على جوجل يطلع لك بقى اليوتيوب، يطلع لك الكتابة، متن كتابة، ويطلع لك متن قراءة، وشيخ بيقرأ وأولاد بيقرأوا معاه بصوت جميل كده يعني. المرة الجاية نبقى نسمع مع بعضنا في الحلقة الجاية إن شاء الله، على أساس برضه يبقى إيه كأنه مراجعة للتجويد، وفي نفس الوقت أنتم ممكن تحفظوه، ولو حد فيكم عنده أطفال صغيرين وكده ممكن يحفظه لهم من على النت، يبقى ظريف قوي. لو في حد عنده سؤال يا جماعة يتفضل. الاثنين والأربعاء الساعة 8:30 توقيت القاهرة، الاثنين والأربعاء النهاردة، الاثنين والأربعاء بعد بكرة. تنتقل من سورة إلى سورة بدون بسملة؟ لا، هو يفضل الفصل بين السور وبين أجزاء السور بالبسملة. لأن وضعت البسملة للفصل بين السور وبين أجزاء السور. جائز. الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة. الفاتحة في الصلاة. والله أستاذة صدقة خاصة بالنساء، الدعم
فن ممكن يجاوبك على الموضوع دوت. سأليهم لازم تقرأ البسملة، لأن البسملة في سورة الفاتحة آية يا جماعة، لو فتحت المصحف هتلاقي آية رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم. هي مكتوب جنبها واحد، تقرأ الفاتحة وراء في الفاتحة. ده مش أول حلقة، ده الحلقة كم وثلاثين تقريبا، دي مش أول حلقة. نعم طيب، لكن بنكرر يعني، احنا ماشيين في سورة البقرة بإذن الله. حاضر ان شاء الله المرة، يعني نحاول نضبط الوقت بحيث مثلا ايه نضبط كل واحد يقرأ ونعلق على القراءة وهو اثناء ما بيقرأ. بس الاشكال في النت انه يعني اذا انا فتحت المايك عندي يعمل صدى صوت عند الزملاء، والصوت يعني ما بقدرش نحكم الموضوع، فلازم اعلق اكتب الكلمات وعلق عليها بعد ما تقرأ، اقفل عليك المايك وابدأ اتكلم كده، بيعمل صوت بياخد وقت شوية يعني بعد القراءة مباشرة. حاضر ماشي، نستمر ان شاء الله. القرآن يعني لا تنقضي عجائبه ولا يمل قارئه. طيب رحمة الله الكريم، ويبقى طعمه عندك يعني ملوش طعم في المرة الثانية أو الثالثة. لكن القرآن كلما تقرأ سبحان الله، كلما تقرأ تزداد جمال، وكلما تقرأ يتبين لك أشياء. أستاذ ياسر تقرأ حمام تحة؟ طيب تفضل يا استاذ ياسر، اديك المايك وتفضل اقرا. حاضر ابشر. الاستاذ ياسر عايز يقرا سوره الفاتحه عشان تصحح القراءه بتاع سوره الفاتحه، يعني لان الخطا في الفاتحه في الصلاه يعني في كلام، في كلام كثير. عموما ماشي، تفضل المايك معاك، المايك يا استاذ ياسر، اقبل المايك بس عندك، تفضل قل له الله يا استاذ ياسر. استاذ ياسر اقبل المايك. معاك المايك دلوقتي، تفضل يا استاذ ياسر، تفضل نسمعك. تفضل يا استاذ ياسر، تفضل. لا انت ما قراتش حاجه، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان نسمعك. سامعين وش هنا، سامعين وش يا استاذ ياسر، بس مش سامعين صوت. فاقرا قول بسم الله الرحمن الرحيم، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزملاء بيقول لك شوف وصلة المايك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كده تمام؟ آمين. هلا على الأخطاء بقى يا شيخ. المد في الضالين مد لازم، واخد بال حضرتك؟ يعني محتاج تزود المد. ولا الضالين، ماشي كده؟ جزاك الله خيرا، قراءة سليمة إن شاء الله مضبوط، ربنا يتقبل. طيب يا جماعة، نلقاكم إن شاء الله يوم الأربع في نفس الموعد بعد غد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش الأستاذة بتسأل سؤال فات بلا جواب، حضرتك كنت بتسأل عن الذهب، عن الزكاة. والله هذه يسأل فيها فقيه، حضرتك لو تسألي فقيه يكون أفضل. أنا شفت السؤال مش فاكره، بس حضرتك كنت بتقولي إن الذهب، مش فاكر السؤال. أنت كنت بتسألي عن الذهب لأختك الفقيرة أو لأخوك الفقير. زكاة المال تعطى للأخ الفقير اللي تنطبق عليه الشروط، يعني شروط أن يكون من أهل الزكاة أو من المستحقين الزكاة، اللي هي الفروض الإيه؟ الثمانية اللي مذكورين في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغاربين في سبيل الله، اللي هم الثمانية مصارف الزكاة تنطبق عليه، خلاص يجوز انك تعطيها. بالضبط كده. نعم. اي قريب ما عدا الاب والام يجوز انك تعطيها، الاب والام لا. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.